الدعاء حديث خالد بن وليد رواه أبو يعلى وغيرهما وغيره من حديث خالد بن وليد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يقول اللهم رب السماوات وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كل جار من شر كل شيء أن تأخذ من ناصيته أو كل جار من شر كل إنس وجن عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. وهذا عليه من نور النبوة وقد جربته كثيرا. فإنه من الطريف أبا عمر أحد الإخوة جاءني في يوم صبيحة عرفة ليلة عرفة ونحن في الحج وقال إني حصل لي أن رأيت ابن عمي قد توفي فحصل لي صدمة فبدأت أكل لا أستطيع أن أنام إلا أن يعطيني الدكتور حبة أنام فيها أجلس يومين ثلاثة ولا أستطيع أن أنام إلا أن أكل هذه الحبة وإذا أكلت الحبة فإنني يجلس علي يوم كامل 24 ساعة ما أستطيع أن أقوم لو أخذوا بي وهزوني لا أستطيع أن أقوم. فقلت له أو تريد علاجا بإذن الله يكون ناجعا على نور النبوة؟ قال نعم. قلت اترك الحبة هذه وقرأ اللهم رب السماوات وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت الحديث الذي ذكرناه وقله مرة ومرتين وثلاث وإلى 20 وسوف تجد بإذن الله أن كلمت وسوف تقوم بإذن الله معنا. ونحن قد جئنا من منى بسبب المخيم كبير وزحام فخرجنا من منى إلى عرفة ليلة عرفة ووصلنا الساعة تقريبا 11 ليلا فنام صاحبنا فلما صلينا الفجر جاءني فقال يا شيخ طبقت ما قلت فنمت والحمد لله من غير حبة وقمت بوقت صلاة الفجر ما شاء الله الحمد لله. وهذا تجربة معروفة وأنا جربتها كثيرا. اللي يريد أن ينام يطبق هذا الحديث وإن شاء الله أنه فيه خير كثير.